إظهار الحب، إظهار الولاء، احترام أسمائهم المقدسة. هذا الاحترام المهم لكل ما يرتبط بالله سبحانه وتعالى. المحدث القمي صاحب المفاتيح رحمة الله عليه، المفاتيح كتاب حي في كثير من البيوت، لعله الكتاب الثاني بعد القرآن الكريم عندنا. المحدث القمي أشياء عجيبة ذاكرين في أحواله، من جملة الأشياء، ولعل هذا الشيء من جملة العوامل المؤثرة في خلوده وخلود كتابه: ما كان يلمس كتابا من كتب الحديث، مو الرواية يعني الكافي عندما كان يريد أن يلمسه، مو يلمس خط الرواية التي تفوه بها الإمام، عندما كان يريد أن يلمس جلد هذا الكتاب، الجلد أو بحار الأنوار، كان أول يروح يتوضأ إذا ما متوضي، ثم يأتي ويحمل كتاب الكافي أو البحار أو غيرهما من كتب الأحاديث. عندما يريد يكتب حديث في مفاتيح الجنان أو في سفينة البحار، كان يروح يتوضأ إذا ما كان متوضأ، ويجلس مستقبل القبلة متوضي باتجاه القبلة كهيئة التشهد. شلون المتدينين يقعدون في حالة التشهد؟ هالشكل وضع، وضع التذلل والخضوع والإعظام، ثم يكتب حديثا واحدا. هذا الاحترام. ابن طاووس ما كان يتلفظ باسم من أسماء الله تعالى أو يكتب إلا ويكتب جل جلاله أو جل وعز. هذا الاحترام.